مسؤولية المعلم مسؤولية كبيرة، عرفت، في بناء الجيل، في بناء الجيل رغم هذه الأزمة ورغم الصعاب سوريا انتصرت. المعلم هو الأم والأب، هو كل شيء بالحياة، لأن اللي بيعطيه المعلم ما حدا رح يقدر يعطيه للطالب. مسؤولية المعلم هي تربية الأجيال، والمعلم يعطي لأبناء أمته شباب عمره وضوء عينه وراحة عصبه. تابعين المسيرة لبناء الأجيال وبناء الجيل، بناء جيل بيعرف كيف ينتمي لوطنه، يحافظ على بلاده، يحافظ على أرضه.